jungle. بعيدا عن جعجعة الحرب الروسية في أوكرانيا، تجري حرب صامتة بين فرنسا ومستعمراتها القديمة في أفريقيا، ويبدو أن فرنسا في طريقها إلى فقدان آخر مواقعها في القارة السمراء. فقبل يومين، أعلنت سحب آخر جنودها من مالي بعد 9 سنوات من الوجود العسكري في هذا البلد الأفريقي، بعد أن خسرت حربها العسكرية على الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وفي الوقت نفسه، أخذت تفقد دول المنطقة. وأظهرت جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أخيرا مدى تقلص نفوذ بلاده في القارة السمراء عندما اختصر جولته في 3 دول صغيرة وفقيرة هي بنين والكاميرون وغينيا بيساو، وكلها تحكمها أنظمة سلطوية ترعاها بريس لسا عيل لا إعادة نفسها إلى قلب للعبة الجيوسياسية فيا فريقية. ما تعيشه فرنسا اليوم في أفريقيا أسوأ مرحلة في علاقتها بمستعمراتها السابقة في القارة السمراء، فمن كان يصدق أن تجرؤ دولة مثل مالي على طرد السفير الفرنسي من بلادها، أو أن يخرج متظاهرون في بيولين فأسوي رافعين شعارات تتهم فرنسا برعاية الإرهاب وقيادة الانقلابات في أفريقيا. وجديد مظاهر الهلع الفرنسي من فقدان باريس نفوذها في مستعمراتها القديمة ما عبر عنه مقال افتتاحي نشرته صحيفة لومون بداية شهر أغسطس آب الحالي، نصحت من خلاله الصحيفة ذات النفوذ الكبير في توجيه السياسة الخارجية الفرنسية. قال الرئيس ماكرون بإقناع حليفي لسنغالي ماكيسال بمغادرة الأسلطة عام 2024 كي لا تتعرض مصالح فرنسا للا خطر في هذا البلد الاستراتيجي لباريس. والسبب حسب الصحيفة الفرنسية أن منافس الرئيس السنغالي حاليا يساري شعبوي مناهض للاستعمار اسمه عثمان سونكو، ترى باريس في وصوله إلى السلطة في داكار إشارة إلى رفض شعبي للسياسة الفرنسية في هذا البلد الأفريقي الذي ما زال النفوذ الفرنسي فيها قويا. لذلك دعت صحيفة الباريسية الرئيس السنغالي الحالي إلى عدم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفتح الطريق أمام وجوه تدعمها باريس تكون قادرة على الوقوف في وجه من يريد قطع علاقاتها مع دولة مركزية في غرب القارة الأفريقية مثل السنغال. فرنسا اليوم أمام جيل جديد من الأفارقة أصبحوا واعين بتاريخهم ومنفتحين على العالم، اكتووا بالحروب التي شعلتها فرنسا في قارتهم وسائموا نهبها ثرواتهم لقرنين، وبتوا قادرين على تحمل مسؤوليتهم بأنفسهم. كذلك فإن الشعوب الأفريقية فطنت إلى ازدواجية المعايير التي تستعملها فرنسا عندما يتعلق الأمر بمصالحها.
ففرنسا التي تدين الانقلابيين في مالي وغينيا وبوركينا فاسو هي نفسها التي تبارك الانقلابين في تشاد ومصر وتزكيهما، وتدعم دكتاتورية قيس سعيد في تونس. لقد أصبح النفوذ الفرنسي في مستعمراتها الأفريقية يواجه تحديا كبيرا نتيجة أزمة ثقة حقيقية تراكمت طوال عشرات السنين، جعلت شعوب هذه الدول تكره أمها فرنسا، فأغلب الدول الناطقة بالفرنسية التي كانت مستعمرة سابقا من فرنسا تصنف اليوم من أكثر دول القرط فقرا وأقلها استقرارا، ما زالت تخضع لأنظمة سلطوية أو تتعاقب فيها الانقلابية العسكرية، فيما غالبية للدول الأفريقية الأكثر استقرارا واقتصادتها الأفضل أدئا هي تلك الناطقة بالإنكليزية. يضاف إلى ذلك أن ميزان القوى في أفريقيا في طريقه إلى التغير، وقد عجلت الحرب الروسية الغربية في أوكرانيا بإحداث هذا التغير دخول قوى عظمى مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا، يجبها التنافس على القرط التي تضم أكثر الموارد لمتجده، وهذا أمر لبشر بالخير لأفريقيا لأن دولها لنتأثر حدها بلي سيتأثر لعالم كلها سلبا عن دمة صبحة لقرطيا للسمراء عليا، للرغم أن مكانتها للزراعية والاقتصادية مواردها للطبيعية والبشرية مسرحا لصراعات النفيذ المستقبلية.